باش يكون شي عيالات بين الرجال والنساء. السقلع تبارك الله على السقلع، تبارك على السقلع. معنا باش يعني اولا كنشكروا النساء المكرمات اللي لان اليوم عندنا واحد حدث تاريخي هو تكريم جامعه المغرب، لان الجمعيه دابت ان تكرم كل سنه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. كرمنا نجمات زنات على المستوى المحلي، نجمات المحمديه على المستوى الاقليمي، ثم نجمات الدار البيضاء السنه الفائته على المستوى الجهوي. اليوم كما كتشوفوا انا رئيس جمعيه نهضه ثلاثة اليزيد ابو صابون، اليوم كان جينا باش نكرموا واحد الحدث كبير هو نجمات المغرب. حنا الجمعيه دعبت كل سنه باش تكرم نساء مغربيات فاعلات في تنميه هذه البلاد، وقبل كنا كرمنا نجمات على المستوى المحلي نجمات زناتة، ثم نجمات المحمديه على المستوى الاقليمي، ثم على المستوى الجهوي نجمات الدار البيضاء، ثم اليوم عندنا نجمات المغرب. وهذا التكريم اللي يخص واحد 8 المجالات اللي كتشتغل فيهم النساء: المجال الصحي، مجال العمل الجمعوي، مجال الخيري، مجال الفن، مجال الاعلام، مجال الصحه، مجال الرياضه، مجال التسيير. وهذا النساء يستحقوا، ماشي لان قليل في حقهم، ونتمنى ان شاء الله يكون عندهم اللي باش يزيدوا قدام، لانهم هادو اشتغلوا اكثر من 20 سنه ويعني اختاريناهم في اطار واحد التشخيص. وكنشكر جميع من دعم هذا التكريم، وكنتمنى ان شاء الله نوجه رساله الى جميع جمعيه المجتمع المدني باش يخصوا تكريم جميع نساء المغرب، ماشي في اليوم العالمي للمراه، كل يوم، لان المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي الصديقه، هي الجده، هي الرفيقه. وكما كتشوفوا ان الدول المتقدمه في الغرب راه المراه هي نجحت بالمراه بالتنميه. وكنتمنى بهذا اليوم باش المراه تعطى المناصفه ويصادق عليها القانون البرلماني، باش المراه يخرج على القانون باش تصنف هذه المراه، لان باقا مهضومه في الحق ديالها. وكنتمنى ان شاء الله هذا التكريم يفرح هذه النساء، لان المراه اللي فرحتيها راه هو حاجه كبيره لها. وشكرا. انا فخوره بهذا التكريم ومتاثره جدا بهذه المبادره اللي ما يمكن لها الا تزيدني شحنه قويه في مجال الاعلامي. كنهني المراه المغربيه بهذا اليوم العالمي اللي غنخلدوه بعد غدا الاحد يوم 8 مارس. وكنطلعوا المراه المغربيه دائما كتطلع لتحقيق المزيد من المكتسبات. حققنا المرأة المغربية حققت جملة من المكتسبات المهمة، وكتطلع لتحقيق المزيد من المكتسبات باش تلعب داك الدور ديالها الفعال والبناء في المجتمع، في مجال التنمية المستدامة وفي عدة مجالات. هذه الجمعية دارت مبادرة جد هامة بزاف كتشجع المرأة المغربية، جمعية زناتة للتنمية والتضامن، عبر أكثر من 3000 منخرط. يعني الجمهور هو اللي كيختار هاد النساء المكرمات. كنشكر الجمهور كذلك بهذه المناسبة. الجمعية عندها مجال جد حيوي في المجتمع المدني، كتقوم بأدوار جد فعالة في دعم المرأة المغربية. اليوم كنشوفوا من خلال هذه المبادرة ديال الجمعية نهض زناتة للتنمية والتضامن، ما يمكن لها إلا تعطي واحد الشحنة قوية للمرأة، يمكن لها إلا تشجعها على مواصلة النضال ديالها لتحقيق ما تصبو إليه المرأة المغربية. وعليك السلام. اولا في البدايه في نظري اللي خصو التكريم اليوم هو سي اليزيد بوصابون، الرئيس ديال جمعيه نهضه للتنميه والتضامن. هذا الشاب اللي تعرفت عليه في الاحداث ديال 2003، وكنت انا من الناس اللي كانوا بجنبه فاش خلقنا هذه الجمعيه، وما شاء الله عليه. اليوم يمكن نقول على انها يعني الا بغينا نعرضوا ونشوفوا شحال ديال المبادرات وشحال ديال الاعمال اللي داروا، شحال ديال الشباب اللي ساعد، فيعني تبارك الله عليه. كنهنيه وانا في هذا التكريم اللي هذا التكريم ديال اليوم، كنقول ان يعني بالنسبه ليا هو اللي خصو يتكرم. وشكرا. والتكريم اولدي اش غادي نقول لك، خصوصا ملي كيجي من ابنائنا، يعني الشباب وليداتنا، اللي لان يمكن والديك الناس اللي قبل كيعرفونا، يعني عرفوا واحد العدد ديال الاعمال ديالنا. ولكن ملي كنشوف بحال دابا شاب هكذا وليد جالس كيسال فيا، كنشوف مثلا ليزيد كيدير لنا تكريم، ما يمكن الا يسعدني اولا. وثم ربما ان اهم الاشياء واللي دائما كنحمد على الله هي التكريم او محبه الناس، ربما كتاكد ان الاختيارات ديالي
كانت في محلها. اللي إلى عندي اليوم شي نداء كأم كامرأة مغربية بهذه المناسبة التكريم تنشوفوا أنا يتكليف لحقاش دوزنا واحد المدة من العمر ديالنا في الخدم الصحي والجمعوي وحسينا براسنا بحال اللي جا الوقت باش نرتاحوا، ولكن هذا التكريم قال لي لا ما خصك ترتاحي، خصك تكملي، باقي النضال طويل والله يقدرنا. سي فغي كو التكريم اللي تعطى ماشي ليا بوحدي، التكريم تعطى مع الناس كلهم اللي تنخدم، ما نقدروش نخدموا بوحدنا. اذا انا تنشوف هذا تكريم لكل واحد تيساهم في التوعيه، كل واحد تيساهم في النضال الجمعوي، كل واحد تيساهم في تغيير المجتمع وتغيير العقليات والحفاظ على الكرامه ديال الانسان. يعني من الجمعين يعني نهضه زناتها اللي كيتراسها ابو صابون اليزيد. نهضه زناتها تتبهرني واليزيد تيزيد يبهرني لحقاش تنشوفو خدام مع ليكيب ديالو بحال خليه نحل تيخدموا في صمت والعمل تيكون كبير، هما خدامين في صمت والعمل تنشوفو كبير. برافو ليزيد وبرافو نهضه زناتها وبرافو الكل قاموا بتمويل هذا النهار لحقاش ولو هو رمزي ولكن حسينا بواحد وي وي سي فغي. شكرا لك. ما كاين حتى مشكل جوج رونكي. اليوم العالمي للمرأة يعني هذا النهار هذا كتفتخر به كل مرأة وحتى الرجال كيخصهم يفتخروا به لأنه عيد المرأة بالنسبة لأمهم وأختهم والزوجة ديالهم والأخت ديالهم وهاد العيد هذا اللي هو اصلا اليوم حنا جينا نشكروا هاد الجمعيه ديال نهضه زناده للتنميه والتضامن اللي بغات تكرم المراه بالنسبه بمناسبه هذا اليوم العالمي. كنشكروها لانه اعطتها قيمه واعطتها كل ما كتستحق بالنسبه للمراه المناضله المراه المجتهده ومخيصة بالخصوص ديالي أنا كممثلة صناعة تقليدية أنا وعامة خصوصا أنني كنتكلف بتسهيل العرائس وأن اليوم كنحس بكل فرح يعني فرحانة وكيشرفني بزاف هذا النهار هذا كيشرفني لأنني الكلمة كنشكروها بزاف وكنتمنى على الله أنه دائما هذه الجمعية دي كل عام تقوم بهذا الدور هذا وتعطي الاعتبار للمرأة والمجهود اللي كدير المرأة. الحمد لله هذه الجمعية دي كتستاهل كل خير والله ينصر سيدنا.